deuxième année, je m'en ai un conducteur ohmique. Bon, le conducteur ohmique, où il est le caractéristique intensité-tension. Tu as une note droite. Je m'en ai un caractéristique intensité-tension, Tawa. Et vie, elle est témna. Juste, là, je vois la première année. Je vois Barka. Je connais le nom. Y égale f de x. Ah ouais. نعملو y اللي هي f de x في الاكس اوريزونتال نحطو x وقتها كيف نلقاو دروات مثلا هكا نسميو هذيك لا دروات ديكواسيون ax plus b. مي وقلنا في البروميير اني اللي ال b وقتها هي منين تتعدى دروات لوردوني ا لوريجين يعني التقاطع نتاع الدروات هذيك والاكس فيرتيكال الاكس دي زي كريك وقلنا انه ال a هذيك هي اللي سميناها لو كوفيسيون ديريكتور. باش نقعدو نتعاملو بها على الدروات هاذيا وعندنا برشا حاجات يهبطو سو فورم دو دروات كيما الكاركتيريستيك انتنسيتي تونسيون تاع الريسبتور باسيف اللي هي دروات لكنها ما عندهاش البي تو سامبلومون خاطر تتعدى من لوريجين. يعني هذه هي الدروات اللي تتمثل في الكاركتيريستيك انتنسيتي تونسيون تاع الكوندكتور اوميك تتمثل في غريغ ايكال ا اكس كهو ما عادش عندنا البي تو سامبلومون خاطرها الباس بار لوريجين. دونك في بقعد ليكس مش يولي عندنا قال لك انتنسيتي تونسيون شنو معناه في بقعد ليكس مش يولي عندنا الانتنسيتي في بقعد لف دو اكس مش يولي عندنا لا تونسيون اللي هي او. دونك ليكس هذه تتبدل بال اي بعد ما كان عندنا اف دو اكس باش تولي عندنا او دو اي بعد ما كانت اف دو اكس يقال ا فوا اكس هذه هي كوفيسيون ديريكتور في الاو دو اي مش تولي عندنا ار فوا اي معناها الكوفيسيون ديريكتور اللي هو ا وفي المات ديما فما كوفيسيون ديريكتور تنطبق على الفيزيك دونك هوني الدروات نتاعنا عندها كوفيسيون ديريكتور ولا اسمه ار فوالا الار هذا مش يكون لا ريزيستانس اللي تتقاس بالاوم نقراو فيها ملي كنا كوليج المقاومه ذاك. دونك فين تبدا الكاركتيرستيك intensité tension tatla une droite qui passe par l'origine donc rao le conducteur avec ikoun ohmique à la khatr le pente هي r اللي هي c'est une résistance كيفاش طلعناها احنا توا الكورب هذه اللي رسمناها هوني سهله برشا بالتيبي بالتجربه احنا الكونديكتور نتاعنا برانشي في وسط السيركوي هاكا في السيركوي على روحه سيغتانمون فما جينيراتور يغذي فيه. Il y a une intensité qui traverse ce conducteur-là. Il y a alors, par conséquent, une tension, نحطوها عكس الـ إيا, une tension U aux bornes de ce conducteur ohmique, اللي هو un dipôle. Dipôle, معناها عنده deux pôles. معناها واحد منا واحد منا, واحد مربوط في البلوس, واحد مربوط في الميان. فما زادة tripôle ou quadripôle. اللي هما فيهم 3 pôles ولا 4 pôles. نسكروا القوس. كيفاش ملا نطلعوا هل كاركتيرستيك هذه؟ تو سامبلومون نبدلو الاي ونقراو الاو شنية بار اكزامبل نحط الاي ان نلقى الاو مثلا ان فيرغول سانك معناها هوني ان هوني ناخذ ان فيرغول سانك ونحط النقطة نتاعي فين مش تجيني غادي وقت اللي الاي زيرو حتى الاو نقيسها نلقى زيرو نحط نقطة هوني نحط الاي دو نقيس الاو نلقاها تخوا نجي في الدو تخوا نحط نقطة كي نكملهم الكل مش نجي نشوف نثبت نلقى روحي عندي اون دروات كي باس بار لوريجين الوغ il s'agit d'un conducteur ohmique و ال كاركتيرستيك انتنسيتي تونسيون تاعو هي هيك دروات هذيك اللي هي سي اون كورب و اون فونكسيون دو اي فونكسيون دو اي اللي الكورب نتاعها هكا دروات هذيك مي لا كونكلوزيون او بورن دان كوندكتور اوميك عموما ريزيستور ال او تونسيون هذيك كيفاش نقيسوها نضرب لا ريزيستانس بالاوم فوا لانتونسيتي اي ديما نتحصل على لا تونسيون او بالفولت هذه اسمها لا لوا دوم فالابل ديما باش نخدمو بها برشا اللي نكبرو لي زونيتي امبير اوم فولت شد عندك ميلا هذه لا لوا دوم او اسمها اللي هي تعطي قيمة التونسيون او بورن دون ريزيستانس باستعمال الفالور متاع الار والانتنسيتي اي لي ديبول الاخرين زاد عندهم كاركتيرستيك انتنسيتي تونسيون باغ اكزومبل الامبوبه لا لامب كي نعمل لا كاركتيرستيك او ان فونكسيون دو اي كيما عملنا توا في ريزيستور شفتها هكا شفت كيفاش الديود باغ اكزومبل كاركتيرستيك انتنسيتي تونسيون نتاعها كي تبدا الاي على الهوريزونتال والاو على الفيرتيكال باش تطلع بريسك هكا
البيك راه فما واحد اخرى اللي هي في عوض انتنسيتي تنسيون فما تنسيون انتنسيتي اللي هي هك تولي الاو من والاي من غادي نقلب الجدول الكل معناها بون بالنسبه للديود ديك هكا راهو كان الاو من لوت جوست باش نعطيكم الفرق بين لي ديبول الكل شنو هما كاركتيرستيك نتاعهم توا حاجه صغيره نحفظوها مع بعضنا اليوم بون عندنا كلمه ريسبتور ساعه عندنا كلمه باسيف عندنا كلمة لينيير وعندنا كلمة سيميتريك هاك اللي قريناها كاركتيرستيك هذيك تاوك الدغوات هي اللي تعطي المعلومات هذم الكل يكون الديبول متاعنا ريسبتور ذي كان هالكاركتيرستيك هذيك كروسانت شو معناها كروسانت معناها الاو لهنا والاي لهنا هي صاعدة طالعة قد ما الاي قد ما طالعة هي كانها طالعة راهو سيت ريسبتور سينو راهو جينيراتور ويكون باسيف شو معناه باسيف باسيف اللي مش هو اللي ينتج في الطاقه يستهلك يحرق وقتاش باسيف اذا كان هاك الكاركتيرستيك هذيك تتعدى من الاوريجين من الاو تاع الروبير هاكا تتعدى من غادي ولينير وقتاش يتسمى لينير وقت اللي هاك الكاركتيرستيك هذيك تطلع اون دوغوات هذه مثلا راه لينير شفت كيفاش مانيش مركزت لك على الاوريجين تاع نحكي لك ان جينيرال هاك تعديت دوغوات معناها راه لينير وقتاش هل الديبول متاعنا سيميتريك وقت اللي هاك الكاركتيرستيك هي تكون سيميتريك بارابور او اللي هي سنتر دو روبير مثلا كي نرسم لك حاجه هكا من تناظر حسب او ترجع ما غادي هذاك سيميتريك وفما برشا انواع اخرى من سيميتريك ارجع لكلمه تناظر مركزي اللي قريناه واحنا صغار باش نتعداو توا الفيديو اللي بعدها لاسوسياسيون دي ريزيستور معناها كيفاش نحط دي ريزيستور كلهم في التركوي مع بعضهم قداش تعطيني في الاخر ريزيستانس توتال اكتب اسم شابيتر معاها مات يونيفرس تطلع لك اي شابيتر خادمينه احنا على الشين بتاعنا